السلام عليكم الاصدقاء والصديقات السلام عليكم غبراد هادي غبرتو عليا ماشي معقول وتغبروا بلا ما, بل ما تقولوها ليا اه علموني بلي غتغبروا ما فيها باس ما فيها باس عرفتيو انا ديما ديما تكلمت لكم عن الجزائر حال هذه من عام كانوا بعض المغاربه كيقولوا لي ما تبقاش توريهم ما تبقاش تقول لهم حيت شحال من حاجه قلت هاد الجزائريين اش غيوقع لكم هادي وهادي وهادي المغاربه شي مغاربه ما توريهمش انا بغيت نقول لك المغاربه شي كاع داكشي اللي قلتو داكشي سنين عمر ما سمعوه عمر ما سمعوه ربك يعميهم على الهضره اللي كنقول كيسد لهم العيني الودنين ولهذا اليوم نيت جاي باش نعاود نتكلم معهم. على قبل هذا الشيء اللي زايدين فيه زايدين فيه فهمتي واش في اخباركم المهم كتعرفوا مصر مصر جميع لامبورطاسيون والبيع والشراء شادينو شدو الجيش الجيش عنده فلوس كثيره حيت هو اللي كيبيع في البلاد وهذا داك الشيء علاش آه السيسي ما يقدر يدير والو كل شيء في الجيش ما حد السيسي كيرضخ كي مطالب الجيش راه ديما غيبقى ولو داك الصندوق الدولي ولا البنك الدولي ولا يقولوا ليه دير هادي دوما دي كيطبقهمش ما كيطبقهمش حيت عارفينو بلي يديه مر... يدي مربوطين والجزائر ماشي نحو هذاك السيستم ديك الطريقه ديال تسير البلاد ماشي ماشي لهاد الطريق كتعرفوا تبون شحال هادي كان قرب قرب الانتخابات اللي كانت قاعدة تكون في ديسمبر جابها سبتمبر نهار سبعة سبتمبر وليدا وشحال هادي باش قرب الانتخابات واحد الساعه كان كيتقال راه يمكن ما غاديش يترشح للانتخابات يمكن غايدير واحد اخر يمكن 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 هو داك الوقت راه كانوا مفاوضات ما بينه وبين الجيش الجيش وليشد هو اللي شاد البلاد بغيتي نخليوك تعاود العهده الثانيه غاتردخ مطالب ديالنا داكشي اللي حنا اللي كان حدن. البلاد شنقريحه وصحابو هما اللي مصي دايرينو هذاك غير كراكيز دايرينو ككراكيز صافي لا اقل لا ولا اكثر وخشوا داك الحل عند الفوق وهداك الشيء حنا 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 الجزائر وهادي شي حاجه ما غا من اللي بغي يعجب بزاف العسكر بالاخص الشراف ديال العسكر كي اتاكي المغرب بالكلام حيت العسكر عزيز عليه اللي يكون ضد المغرب ولهذا هذاك الشيء علاش عمر عمر شي رئيس جزائري منض قال ارانا نحاولوا نصلحوا الامور ما بيننا وبين المغرب كاع من كاع الرؤساء الجزائريين من السبعينات اليومين هذا حتى واحد فيهم ما بغا الصلح مع المغرب اخرتهم بوت ماشي بوت فليقة اللي هو عارف عارف القضيه الصحراويه وزيد في المغرب كبر في المغرب زعما عارف داكشي الشيء ضحى المغرب على قبلهم ورغم ذلك الانسان الذي كيطلع للسلطه كش شويه ديال البوفوار كيتعمى كينسى الماضي كي كينسى الخير اللي دار ليه كلشي الرؤوس اللي دازو بالاخص بوتفليقه عشرين عام 20 عشرين عام ما عندكش الحق ما عندكش الوقت عمر ما قال من حتى 2019 ما قالش لك راسك نشوف نصالح واحد جوج بلدان المغرب والجزائر راه اجر غتدي معاك ملي ملي شرفتي كل شيء وقربتي تموت على الاقل نوض صالح المغرب والجزائر وكيف ما يمكنش ما يمكنش حيتاش الا كان ناضي صالح المغرب والجزائر غادي يصفيوها ليه كيف صفاوها المقبل منه ولا جراو على ما قبل منه ولهذا تبون باش يكون في السلطة خصو شنو يعطي العسكر باش يعاود العهدة ما العسكر جمعو يجيبو واحد اخر يجيبو بنغرينا يجيبو نابورت كي اي واحد يجيبو يحطوه يدي جبدو يديرو خمسة ستة يلا نتخبو عليهم غادي ياخدو واحد فيهم ياخدو غا واحد هانت سيدي خديناك غادير اش شغدير غديل. طيع علينا حنايا اف سلايم وقول لي عجبك وقول هذه اللي عجبك بحال دابا تبول كيقول لي عجبو الهضره اللي طاحت ليه من راسو وكيقول وبعد ما كي كيعرف كيولي غير كيخربق في الهضره العسكر قالوا لي اسمع لي نقولك بغيناك بغينا حنايا فيما كاين شي مسؤول ديال شي شركة وطنية البلاد كلها كاع الشركات ما شحال من ألف ألوف الشركات اللي كاينين في الجزائري في الجزائر اللي المدير ديالهم المدير ديال دوك الشركات جزائري بغينا كل ما اللي فيهم شد الانتريت يولي في بلاصتو عسكري وإذا كان شي شركه ديفيسيتير ما خدامهاش ما بغينا هذاك الموديل طيروه ونديرو عسكري غادي بغاو العسكر ما بقاش قدهم ما بقاش يشدو غير الجيش وشدو ي... ي... الدفاع ولو وزاره الدفاع ديما باقيه في يدبون. وكل جي... آه... العسكر ما بقاش همو قدو يولي يشري سلاح 23 مليار دولار 20 مليار ديال الدولار والنص دايره ياكلوه النص ما ويا ترى واش يجيبوا النص ديك لافيري اللي كيشوع على روسيا الجيش باغي ينهب البلاد كلها ما بقاش قادو فلوس النفط ما بقاش قادو حاجه الشركات الشركات الوطنيه خصهم يسيروهم يسيروا عسكر، يسيروا من عسكر وهذاك كالر... آ... 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 العسكري اللي غيديروا على رئيس على راس اي شركه وطنيه في الجزائر كيتحاسب مع العسكر ما تحاسبش مع مع تبون ولا ديما الحسابات العسكر هادشي علاش انا بغيت الجزائريين يفهموا باللي ولا بلادهم ماشي كتولي بلاد عسكريه عسكريه اللي شدها العسكر كلشي شيء ما غير العسكر والسيفيل لا السيفيل بشويه بشويه غيطير من واحد ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين عشر سنين ما يبقاش السيفيل يسير شي شركه وطنيه غيوليو كلهم العسكر شادين زمام الامر في البلاد هما اللي كيسيروا كي البلاد اقتصاديا ماليا اي حاجه اللي قلتي اللي قلتي اي وزاره غتولي تحت سيطره ديال العسكر ما بقى في فيد السيفيل ما يبقى والو ما يجي سالي تبون العهده الثانيه حتى تولي البلاد كلها عسكر شدينا العسكر فيما كاين دور كاين فيما شي شركه وطنيه وزين ديال اللي ديال تبع تبع النظام فيه الرأى على الراس ديالو والعسكر والعسكري ملي غيجي ولا بد ما غيجيب صحابو اي مدير عسكري كيجيب تريزوري كيجيب اللي مقابل لا فينونس اللي مقابل لي زاشا اللي مقابل لا بريفيزيونمون اللي مقابل باش الشركه كتمشي كيكون المدير وكيكونوا دوك اللي اتباع ديال هادوك الاتباع كلهم غيكونوا عسكر ولهذا البلاد كلها غتولي تحت السيطره ديال العسكر تبون ولا اللي غيجي من بعده كيولوا غير كيتفرجوا غير مونيكات ديال بصح دابا على الاقل دابا راه شويه العسكر باقي ما زرعوا ما زرعوا العروق ديالهم في البلاد مزيان حيت مخلين باقي لا اون مارج دو مانوفر مخلين واحد لا التبون يعين هذا الرئيس هذا المدير هنا يعين المدير هنا وفي المستقبل داك التعيين ما غيبقاش غادي يولي العسكر هما اللي كيعينوا كي شكون اللي غادي يقابل الماء شكون اللي غيقابل الضوء شكون اللي غيقابل لامبورطاسيون ديال هاد المنتوج ديال القمح شكون اللي غيقابل غادي يقابل. تولي البلاد كلها تحت العسكر يدين العسكر هادشي اللي بغيت نفهمكم وماشي من مصلحة الجزائريين حيتاش نفهمكم علاش في مصر في مصر كاين واحد المشكل كبير كان ذاكر مع شي حد في مصر قلت علاش ما كديرش هاد لافير وهاد لافير تا انت تجيب هادشي تجيبو وتبيعو في بلادك قال لي كيف غندير انا نجيبو نبيعو في والعسكر ديال البلاد هما اللي كيجيبوه كيبيعو واحد الربح الربح ما كيديرو كاع تيفيا تيفيا ديك تاع عشرين في دي الميه ديال تي فيا هما ما, ما كيديروهاش باش يبيعو السلعة في بلادهم ناقصة على شي واحد امبورطاتور اللي غيجيبها غي مثال بغيت انا نجيب هذا مثال الا كان كيسوى مثلا 2000 درهم هما كيجيبوه ب 2000 درهم انت غادي تجيبو حتى نتا ب 2000 درهم ولكن تا غتطبق عليك التيفيه 20% غتولي غادي يولي ب 2400 هما لا بما 2000 درهم غايبيعو مثلا 2100 ولا 2200 زعما بحالك كيحاميو على المستهلك ولهذا شي واحد امبورطاتور ولا منتج عمر ما غادي يضيم يضيم مع الجيش واش كتعرفوا شنو هو انا شي راه ماشي كاع يقولوا لي انا عايش عايشو وكنشوفو فهمتي الحوت 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 اللي كيتباع في الزنقه في كاميو كاميو ديال الحوت هادوك الحوت اللي كيتباع ديال العسكر الحوت اللي كيتباع اللحم اللي كيتباع كي في الزنقه كيديروا كي كينزلوا كي كيديروا كي الطبله وكيعلقوا البهيمه ولا العجل ولا جاكشي وكيقطع هذا الشيء راه في التطوار فوق التطوار هذوك راه عسكر ماشي عسكر خدامين للجيش كيتخلصوا واحد خلصه ديالهم شهريه ما يمكنش شي واحد يضيم مع الاثمنه اللي كدير وهذاك الجزائر بحال داك الشيء غادي يولي واحد الوقت شكون اللي غادي يمشي شكون اللي غايجي للجزائر يحط فلوسه لي زانفستيسور من اللي غادي يشوفو في الدوله الجيش هو اللي مسير البلاد وكيدخل اي سلعه كيدخلها ويمكن ليه يبيعها براس مالها انا يعني ما يمكنش نوض من نمشي للجزائر مثال نصاوب هاد القرعه عادل. نصاوب هاد القرعه مثال او نصاوب هذا مثال حيت الجيش راه كيصوبو كيبيعو ناقص في الثمن وخا لو نبغي نصاوبو انا ما غادي نربح والو كنقول بناقص وهذوك لي زانفستيسور كي لي كيجيو كيجيبو فلوسهم من برا بعدا من غير من غير هاد الشيء القانون الجزائري راه ديال لافستيسمون ديال 49 و 51 ما خدامش علاش 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 ما فهمتوش علاش الاجنبيين ما كيجوش للجزائريين ما يجوش للجزائر ويجيبوا معهم راس مالهم بعد البيعة والشريه بعد البيعة والشريات زافير حيت القانون ما مصاوش مزيان قوانين باش انا نجيب فلوسي نجي ندير بيعه وشريه في الجزائر ونعطي واحد وخمسين في المية للجزائري هو نيتو اللي عندي غاتسود وربعين يولي هو يسيطر ويدير اللي يبغى والمشكل نهار اللي نبغي نمشي الفلوس اللي دخلت بهم ما بقاش عندي الحق نخرجهم او الارباح ديالي ما عندقاش عندي الحق نخرجهم هذاك الشيء علاش الاجنبيين كيهربوا ما كيديروش فرص الشغل للجزائريين للشباب الجزائري فين يخدم علاش كيتحسب لكم نتوما الجزائريين كيحرقوا كيخويو البلاد حيت فرص الشغل ما كانش. لو كان كانت فرص الشغل الجزائر علاش غتمشي غامر ويخاطر في البحر يضحي بحي بحياته حيت اش في الجزائر كيقول كي انا كنموت 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 في الشويه الله وما نمشي نموت الا مت نموت موتة وحده في البحر هادشي اللي واقع يوميا نرى أن في قال في هذا الاسبوع 1100 واحد حرقات غير اسبوع عادي ماشي انا اللي كنقولها راه الصبيون هما اللي كيقولوا كيحصيو كاع الناس اللي كيتشدوا كيطلعوا ألف كي 1100 واحد في اسبوع واحد ودابا ضربها في السيمانه وضربها في الشهر وغتعطيك شحال من شحال ما هاد الشيامات يمت لي البحر كيكون شويه مال البحر دابا باقي ما هادي مزيان ولكن ما هنا ما هنا في اوت في الاخر ديال جوي البحر كيولي عسل الباريخات الا سير 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 هرب الباريك الي كونت هرب المهم هرب, هرب لاسبانيا فوالا هادشي اللي بغيت نقول ان الجزائريين راه بلادكم غتولي عسكريه جميع الميادين كل شيء حتى في الاقتصاد تولي عسكريه بلادكم غتسير بالعسكر غادي العسكر هما اللي غيسيروها اقتصاديا ماليا بحال والو كنت رياضيا بحال فاش ما جيتي فوالا يومكم سعيد ما تخش تغبروا الله يستر عليكم بزاف هلا ما تبقاوش تغبرو يلا الى اللقاء